لكم الصحابة حصل لهم إيه؟ اتضربوا، اتأذوا، اتهانوا، وبعدين النبي حبيبهم صلى الله عليه وسلم ده أوذي كتير. طب وأبو بكر أوذي، وبعدين شفتوا الموتة اللي ماتتها سمية؟ ده العربي دمه حامي بيغلي. ما سمعناش واحد من الصحابة لجأ للعنف، مش كده؟ ما حدش راح كسر، ما حدش راح دمر، ده العربي سخن. ما حدش راح موقع قتل أبو جهل اللي قتل سمية، ما حدش عمل تفجيرات، ما حدش عمل كده. ليه؟ لأن دي مش سكة النبي صلى الله عليه وسلم. بلدنا ما نعملش فيها كده أبدا، نحافظ على بلدنا، مش دي السكة. والآية واضحة جدا، تنزل الآية ليهم: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. لا، ما حدش لا للعنف، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولما سعد بن أبي وقاص مرة اتنرفز على واحد من الكفار واتخانق معاه فقام ضربه بالصوت، وكان أول من أراق دم في الإسلام، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. مش وتحسوا بحاجة عجيبة جدا، الصحابة بيتعذبوا وبيتأذوا وهم الهادئين، مش كده؟ والتانيين ايه؟ هم اللي منفعلين غاضبين. يعني الصوره اللي احنا بنتخيلها ان المتدين متشنج وغضبان وثائر، الصحابه هم اللي هادين. وتلاحظوا حاجه عجيبه جدا، الناس اللي اذت النبي دول مين هم؟ ابو جهل، مش كده؟ الوليد بن المغيره، مش كده؟ العاص بن وائل. طب بصوا ولادهم بقوا ايه؟ خالد بن الوليد، عكرمه بن ابي جهل، عمرو بن العاص. مين دول؟ دول من اعظم قاده المسلمين. ده عكرمه شهيد، ابن ابو جهل شهيد، شهيد. عايز ايه؟ يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رغم ان هم كانوا واقفين على الحق، لكن ما اهانوش الكفار اهانه تخليهم مش فاهمين اقصد ايه؟ انت ممكن تهين واحد وتذله اذلال يخليه مش ممكن لا هو ولا ابنه يبقى معاك، لكن النبي مصر على الحق وبينتصر للحق، لكن ما بذلهمش. معنى عجيب جداً.